هم مزلم يعني زي مزهربة. فدخلت لازم شنو تسلم عليهم، فتسلم عليهم من اليمنه لليسار. اذا طبيت وسلمت عليهم من اليسار لليمنه راح يعتبروك ما عندك اصول وما مقدرهم وانسان غير محترم، وتظل طول القعده اللي قاعدها بنصهم يستهينون فيك. ها انت مو بوابة عرب خطية. ادري شاب تغير تفوتنا من اليمنى لليسرى، جايين من اليسرى لليمنى شكو. يحسسوك هم خريجين طب اسنان وانت خريج ابتدائية. وشلون ما جيت اليوم تعلمني اليمنى لليسرى؟